هلا بالحلوين ابو سيرم از باك. قبل انا ابدا في الفيديو اخوان تلقون رابط متجري تحت، شوفوا خشوا كذا تشوفوا ايش الاشياء الجديده. انا قاعد اضيف حيوانات جديده، حسوي عروض ان شاء الله وتنبسطون كذا. قبل انا ابدا معليش لايك واشتراك وخلونا ننطلق. طبعا يا اخوان الحلوين قرب يخلص. طبعا يا اخوان انا شغال والله يعني، بس احس اني مقصر يعني في الحلوين هذا، ما سويت ميجا كثيره يعني، ولا سويت يعني، سويت بس شو اسمه الميجا روك بدون ركوب، وسويت النيون شو اسمه النايت مير اول اللي هي شو اسمه حقه الهالوين اللي هم تبع الهالوين. ويا اخوان اليوم عندي ميجا، بسوي ميجا بس انه حيوان كذا كيوت برضو خاطري فيه. الحيوان ما ادري فيه كلهم خاطري فيهم الحيوانات. فخلونا نخش ونبدا ونقول بسم الله ونسوي النيون. لا 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 لا, لا ما يصير كذا، ما يصير كذا يعني يا ابو سهرم، عندك سفن وقوارب وفي الاخير تروح لي كذا. طبعا المشوار ما يستاهل يعني، شوفوا كيف وصلت، ايش الفائده يا شيخ؟ بس يلا خلونا نكشخ في السفينه هذه ونسوي ميجا ان شاء الله وننبسط يعني. اعتقد الخطه واضحه وشفتوا اللي قدامكم يا شباب. ربيتهم كلهم لمنوس اللي هو الجوست الشبح. خلونا نبدا في الاخضر، حط الاول. صار اثنين، اوكي خلاص فكرت جلتش يعطوني واحد زياده. يلا يا اخوان نحط الثاني ونحط اكيد الثالث يعني، مش الخامس يعني بنط انا. طيب كذا اوكي، يا سلام ونحط الرابع. يا سلام وجانا يا اخوان الميجا جوست، برضو سوينا تحدي يا اخوان، سوينا تحدي وهذا هو الميجا ديم ديم الالوان يا شيخ، اقصد النيون الاضاءه اللي في الحيوان هذا يعني. طيب والله صراحه ولا غلطه يا اخوان الميجا، انا عارف ان الميجا في الجوست هذا اليم جدا قوي مره. والجوست هذا بيروح الحلاق يبغاني احلق له شعره، ما ادري اصلا هو عنده شعر ولا. فخلونا يا اخوان كذا نتكلم شوي بخصوص الهالوين قرب يخلص. ودي اسال سؤال كذا يعني، هل سويتوا شيء احسن مني ولا لا؟ سفينتي مين اللي سرقها؟ ما علينا، خلونا نطلع السفينه ونرجع لمحور حديثنا يا اخوان. ودي اسال سؤال كذا يا اخوان، هل دقيقه ويلكم تو ميجا كولكشن يا حبيبي. دقيقه وين الجوست؟ اوكي معليش، ويلكم تو ميجا كولكشن. طبعا خلونا نوقف هنا واسالكم اسئله، هل سويتوا شيء في الهالوين ولا لا؟ يعني اغتنمتوا الفرصه في الحيوانات اللي في الهالوين طيب ولا لا؟ لاني انا ما قصرت يعني، سويت 2 ميجا واحد نيون، يلا اتس اوكي يعني، حلو احسن من لا شيء يا اخوان ولا لا؟ صراحة أشكر اللي قاعد يجمع ويجمع كانديز، أنا الحين عندي 37,000 كانديز زي ما تشوفون، فأبي أشتري فيها شيء واللي هي وداعية الهالوين. طيب خلونا نشوف أصلا كم بت نزل. هذا سوينا ميجا، هذا للأسف الأنديد، هذا ما سوينا ميجا، والفامبر مالي خلق أبدا إني أسوي ميجا، لكن إن شاء الله بجيب ميجا إن شاء الله. سويناها نيون، الحيوانات هذول الثلاثة ما عمري جيتهم يا شباب للأسف. شوف 125,000 كانديز، ليش؟ هذا أوكي 9,000 وهذا والله غالي برضو. طيب هذه شريناها يا إخوان، وشرينا التويز والألعاب كلها، شرينا هذه سلايم، والله يا عيال كان خاطري في الميجا سلايم أقسم بالله، لكن ما صار. طبعا شوفوا هذا في الليل يصير عيونه كذا يا شباب، وفي الصباح شوفوا كيف يصير عادي يعني طبيعي كذا. شو فما ادري اول مره يسوون الميزه هذه ادوب. مين اخذنا السياره هذه يا شباب، وهذا السكرو برضو باقي ما شريناه، سويناه ميجا الايفل روك. انا خاطري في هذه اللي هي السترولر،
لأن تطلع دخان كذا أزرق وأسود وعلى شكل يد هيكل عظمي، فواو. ما أنصح أحد يفوت الشيء هذا. الشستات أخذت شيء بسيط يعني، والتويز أخذناهم هذه كلها. فشوف العالم كيف اللي يشتري واللي يشتري هنا بعد. الواحد لازم يغتنم الفرصة، لأن دائما أقوى شيء الهالوين صراحة. يعني عندكم الشادو على ما قد نزل في الهالوين، والباد دراجون نزل في الهالوين، فالهالوين دائما حيوانات قوية يا إخوان، فاغتنموا الفرصة يعني. وبس يا إخوان، هنا وصلنا نهاية الفيديو. أتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك. كان معكم محمد أو بصيرم، مع السلامة.